ايضا بالبكاء القعدان عفوا اللقاية هنا ايضا المحليات الاصايل من هجني اصحاب السمو والشوخ على ارضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. نتابع معكم سويا هذه المسيرة، نتابع الانطلاقات، وهنا الصدارة والمركز الأول والمنطلق على صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات. هناك أيضا يأتينا هذا الانطلاق مكلف لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. المركز الثاني مياس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري في تضميلة عالي، ينطلق على المركز الثالث لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي حمد بن فايز بن غفار في تضميره على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وينطلق هنا الاسد لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوب المكتوم يضمر حمد بن علي العويسي من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا المنطلق شاهين لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي يضمر هنا أو ملفت ويضمر علي بن مهير بن بليشة المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وفي تضميرة هنا أيضا أحمد بن خلفان بالصاير المزروعي المنطلق بهذا التحدي الجميل الوصول من الجانب الآخر هناك والتحدي والإثارة. شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة هنا والتحديات والإثارة على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن نجد لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدوشي في تضميره من ينطلق بهذا الأداء الجميل. هناك هجن العاصفة، هجن العاصفة والمنطلقة هذه التحديات الجميلة هنا ويأتينا مولع من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المنطلق تاسعا. وفي المركز العاشر هنا يأتينا في هذه الانطلاقة الجميلة ويأتينا هنا ظبيان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمر عتيق بن سالم بالعرطي الحميري في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع مشاهدينا الكرام هنا الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مكلف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة في هذه اللحظات مكلف لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. يتابع هنا الصادق فضل الأمين في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثاني شاهين هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وامرأة أحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الثاني. والمركز الثالث ملفت، ملفت على المركز الثاني لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي هي ضمرة السيد علي بن مهير بن بليشة المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا والتحدي والإثارة من الأسد سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في تضميرة المنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز. شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمر احمد بن سلطان بن رشيد بهذا الجميل والتحدي. هناك ايضا الوصول من نجد لسمو سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي في التضميره المنطلق هنا بالتحدي على في هذه الانطلاقه. الوصول من الغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نيان
احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره وصلت العاصفه هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والاثاره وياتينا مولع من هجن العاصفه بقياده هنا المضمر غياث الهلالي في هذا الانطلاقات الجميله. نعود مشاهدينا الكرام، نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، نعود الى ملفت المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول. ملفت هنا بهذه الانطلاقه الجميله لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي بقياده علي بن مهير بن بريشه، من ينطلق على الصداره وغادر الكيلومتر الاخير المركز الثاني. ياتينا هنا مياس الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري في تضميره على المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث والوصول هنا من الغزال سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال هجان، احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره، وهناك القدوم من مولع من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي في هذا الانطلاق الجميل. رباعيه جميله بقياده ملفت على الصداره، ملفت على المقدمه، على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور، يسيطر على الصداره وعلى المركز الاول، يسيطر سيطره فعاله، ينطلق على مقدمه هذا الشوط. ملفت هنا لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي علي بن مهير بن مريشه في تضمير ملفت على الصداره وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور وعلى مجرياته. تهانينا لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي على فوز ملفت بالمركز الاول، تهانينا العلي بن مهير بن مريشه ولحظه الوصول الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. مولع في المركز الثاني هنا من هجن العاصفه غياث الهلالي. المركز الثالث وصل مياس لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم. المركز الرابع نجد لسعادة الشيخ فيصل بن محمد بن جاسم الثاني. وفي المركز الرابع والخامس الغزال سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع احمد بن قلفان بالصايغ المزروعي في تضميره. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الاولى المنطلقه لهذا التحدي المميز الجميل. نعود هنا الى التوقيت الزمني ولحظة وصول ملفت الى خط النهاية، معلن الفوز، معلن ناموس قاطعا مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 44 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا هنا بهذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، تهانينا العلي بن مهير بن بليشة، بينما المركز الثاني 7 دقائق 47 ثانية. هنا خمسة من الأجزاء من الثانية مولع من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثالث هنا ولحظة الوصول من قبل مياس مشق حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري قاطع المسافة في 7 دقائق 49 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.